السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحسن العاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أفضل الأنبياء والمرسلين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وديمان وندمتو تشي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قريه بالله سبحانه وتعالى فكات هنا إن شاء الله زاري من نقاقروا يمي هنا الاجتهاد في بقية العشر الأواخر يهونا. قريه رمضان تنانتنا بقو قد أبك أنا وندال قبا زاري يقسقسا يكرن من البات عند سامنت نوفابين الله سبحانه وتعالى يالفون تتقاميوچ تتقمن يالفن يقرون دمو يبلط بمتقم ملكام سرتن لاخراچن من زغاجنا لاخراچن تلك سنق من سنقبت انديارغلن ما صنوا الله جل في علا انغدي هارست لاي لكلاي لمتقس لمتقس وابن متقم دمو كركوت بتقروت يا رمضان قناتوچ يعبادة تقلاتنا مجمّر نور ربنا إن شاء الله بزي زوريا يتوسنو نقروتنا نتاوس علن قريح بزي بتكبرو يا رمضان يمج الرشاع عسر كاناتوش مدنا كالي بزي بتكروت يمش توش ويم ليلة القدر عسر يتكروت يا رمضان كاناتوش لي الله ليو درجة يستو مشتن لا يتاوك عن ليلة القدر الله سبحانه وتعالى نزي همت يوالو تلاك ولتانو نا سليلة القدر ببركاتا انكسوش ببركاتا من رفوش لاي أوسط على الله سبحانه وتعالى منها سورة الدخل لمن إلال قرآن سنة قرآن سنة قال الله إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين إلى الله عز وجل قريش زبوت علي الله بقرآن يملنا يه قرآن يتكبر مهون ينقرنا قل صبونا وبتبرع الرو مقراف يملنا الله سبحانه وتعالى كذابوا هلا يه نعرف ويميه سورة قرآن يتبالو يوردو متين دونسي ناقر منال يتبارك مشت لين يوردو إلى الله عز وجل يتبارك مشت يتكدس مشت سبال بزو خير يالو بزو بركا يالو ليلة القدر نو ليلة نعرف لي سورة القدر لا يندالو إنا أنزلناه في ليلة القدر قرآن مجمّر يوردو بتكلو ليلة القدر لا ينو مالتنا مجمّر يوردو بات يه ليلة القدر دمو كأندشي ور يبلت الخير مالتنا فأنزل أفضل الكلام الله سبحانه وتعالى الجق مرتي هنا ونقالوا أننا نققر نجل في علا بأمت وست وإن بقزياتو توست كالو تهلو بتأمرت أننا ودبو هنا مشت لينو اندي ورد يدرق الله سبحانه وتعالى بأعربوش قوام قوى أورد لمن كتبالة إنا كنا منذرين إلى إنيا أستنكاك يوجهنا أنه يهني أوردنا إلى لينذر به قوما عمتهم الجهالة ما هي من نتألب أي لبات ينبروا تمه برسب وابت عليهم الشقاوة الدلبي سلنت يأي لبات شو سويت سلاي نو يوردوا إن السلم أستنكاك نويه قرآن بمزارة من نتي وردوا كذابوا هالا لألمهم هلو شمرنا مالتنا كذا قرآن بزيك زي وردبت لمن دنو كتبالة سويت قرآنن عند برهان أدرجو يجودانا مجوجات شو برهان أدرجو نديت تكمنو كمن مريو تقعد سو يا الله سبحانه وتعالى من مريابة ما كبر ملكامه وتمنورو عندي كلونا لذهنا الله من على إن كنا منذرين إنيا أستن كأكي وتشنا نالا سويتشن كمدفونا كرستنكو بملكام وده ملكام من قد لما مرات مالتنا ثم قال فيها بزه مشت بزيه ليلة القدر مشت لي يفرق كل أمر حكيم يسأنو من مريو تهلو يوسنالو يبرارال بزرزريك أمتال يفصل ويميز
ይወሰናል ይብራራል ይከፋፈላል ኩሉ አምር ቀደሪ ወሸርዒ ሐከመ الله به የአመት ውሳኔ የሚተላለፍበት ነው የአመት ዝርዝር ሁኔታ የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala ውሳኔዎች የሚተላለፍበት ነው ይህ መጻፍና ይህ መወሰን في ليلة القدر የሚሆነው الله سبحانه وتعالى بسو سوتشن سيفطر كم يسترلفاتشو وسانيوچ محل عنده نو ملائكهوچ يهن نغر ياوردالو نا يصفالو وسانيو بزرزر بعامت وسط ميسراو نغر كله يميقر نغر يلم يميموتو يمينورو يميدهيو حبتام يميهونو يمياطاو يمياغنيو يمي ود ايمان يميغباو كايمان يميوط كله نغر تشاب عالم لا يميفطروت يميشومو يميشارو ክስተቶች ሁሉ በዚህ ሰዓት ወደ ምድር ውሳኔ ይመጣሉ ነው አምራን ምን እንድና ኢላ አላህ ይህ የማይሻረው የተሟላውና ምርጥ የሆነ ውሳኔ ከማን ዘንድ ነው ከኛ የመጣ ተእዛዝ ነው ከኛ የመነጨ ከኛ የመጣ ተእዛዝ ነው ኢላ አላህ ኢና ኩና ሙርሲሊን እኛ መልእክተኞችን ላኪዎች ነን ይላል ከዛ መልእክተኞች መላኩን ከተናገረ በኋላ ምን አለ ረህመተን ሚን ረብክ የመልእክተኞች መላክ የመጽሐፍቶች መውረድ የነዚህ ውሳኔዎች መተላለፍ ከጌታ የሆነ እዝነት ነው ይላል ያላህ Subhanahu Wa Ta'ala ታላቅ እዝነት ነው فما رحم الله عباده برحمة أجل من هدايتهم بالكتب والرسل الشيخ السعدي رحمه الله من إلى له الله Subhanahu Wa Ta'ala لسو لجوش مصافن بمورد بمصاف ممران دمرو بمادرك እንደዚሁም ደግሞ በመልእክተኞች እንዲመሩ ከማድረግ የተሻለ ያወረደው እዝነት የለም እዚህ ምድር ላይ ይላሉ وكل خير ينالونه في الدنيا والاخره فانه من اجل ذلك بدنيا وسط ማንኛው በዱንያ ይሁን በአኺራ ህይወት ማንኛውም ሰው የሚያገኘው መልካም ነገር ሁሉ መነሻው ይህ ነው الله መልካም መጻፍቶች መጻፍቶችን ማወረዱና መልእክተኞችን መላኩ ነው انه هو السميع العليم الى الله سبحانه وتعالى እንግዲህ الله يهن مشت ليلة القدر مبارك بلو ترتوتال خيرو يبركته سلهونا ما أرقنا درجو يلاك أبم هونو يتنسانو اللهم آمين الله يوفقنا اللهم آمين يه مشت قال لو تلك بركة مكاكا لسو من دنو قرآن موردنا إذن زي أند ميتقمن نقر على ميتقمن نقر على سو من دنو ከዒባዳዎች ሁሉ ምርጥ ዒባዳ በዚህ ምሽት ከሚሰሩት ዒባዳዎች መካከል አንዱ ቁርአን መሆኑን ያሳያናል ቁርአን ደግሞ ከሚገለጽባቸው ተጣምሮ ከሚያምረው አንዱ በቂያም ቁመን እየሰገድን ቁርአን ስንቀራ ነው ومن الليل فتهجد به نافلة لك الله سبحانه وتعالى እንዳለው ለሊት ቁሞ ሰላት القيام سنናሳልፍ በቂያም ቁርአን ነው የሚቀራው አብዛኛውን ሰዓት مناሳልፈው በዛ ስለሆነ ምርጥ ነው ማለት ነው በሰላት ላይ የሚቀራው ቁርአን በጣም ምርጥ ነው የሚሆነው ባይሆን ይሄን ያልቻለ ደግሞ ቁጭ ብሎ አብዛኛው ማሳለፍ ያለበት በቁርአን መሆኑን የሚጠቁም ነው ማለት ነው وقال تعالى اللهم من إلال إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر اللهم من إلال قرآنن እኛ በተከበረው ምሽት ነው ያወረድነው በውዱ ምሽት ነው ያወረድነው ይላል ውዱ ምሽት ማለት ليلة القدر مالت من مهونون من أساوك أهلاتك على الله لنبي عليه الصلاة والسلام ثم قال لتقسل الله تونه كبدتنا يلون نقر ليلة القدر خير من ألف شهر يقدر مشتكو كأندشي ور ليلة القدر ليلة القدر سايت أمر أن كأندشي ور يبلت ألالو من مالتنو على موش من إلالو سمانيا سوستامت ك አራት ወር ማለት ነው 83 አመት ከአራት ወር ሌሊተል ቀድርን ሳይጨምር ይሄን ምሽት ሳይጨምር ከሌሊተል ቀድር ውጪ ያሉ ምሽቶችና ቀናቶች ሌሊቶች ሁሉ ተደማምረው 83 አመት ከአራት ወር ይሆናል ሱብሃንአላህ ይሄን ሁሉ እድሜ ኖሮ መቼም ሰው ሲኖር ሁሉንም በልዩ ኢባዳ መኖር ሊሳነው ይችላል ይሄኛው ከዛ ይበልጣል ኸይሩን ያላህ ከዚህ ይበልጣል አለ ለምንድን ነው እንግዲህ በጣም ምርጥና በላጭ ከመሆኑ የተነሳ ተነዘሉ الملائكه والروح فيها ملائكهዎችም ይወርዳሉ ጅብሪልም الروح ብሎ ጠርቶታል الله ጅብሪል ነው አብራቸው ታይዘ ይወርዳል ሚወርዱት ዝም ብለው እንደ ፍላጎታቸው ሳይሆን باذن ربهم በአላህ ፍቃድ ነው ሚወርዱት من كل امر ውሳኔውን ሁሉ ይዘው ሚመጣላቸውን ውሳኔ የአመት ውሳኔና የአላህ Subhanahu Wa Ta'ala አመታዊ ውሳኔ አቅፈው ይዘው ነው ሚወርዱት
والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. فجر اسكيوت أم درس يرقوه نو بزيه مدر لاي يقويا اللو إلى الله سبحانه وتعالى. إذن القدر يتبالو تلك درجة يلو تلك يتكبر مهون ياساينا اندازهم وساني يمتلالف بيت مشتنا. ليلة القدر عندنا أي ليلة الشرف والعظم والعظمة تلك كبر تلك درجة يلو مشت مالتنا. ولتنيا وليلة القدر مالت يا الله سبحانه وتعالى وساني يمي وردنا يمي التلالف بيت مهون ياساينا له. لازيهم ليلة القدر مالت بتقام يمي تشانانك مشت مالتنا بملايكاوك مدر يمت تشانانك انا يمت تتعبب بيت بمهون ويتنسانو. النزي هلو يمي وردتنا النزي هلو يمي هون بيت ودنا مرت مشتنا الله كأند شيور يبلت قلبلو يتنقروا جل في علا. تنزل الملائكة والروح فيها بلو الله سبحانه وتعالى ملائكة وشندم يوردو يهن مشت كم يعجبوت تلك بوتا كم يسطط بأ الله سبحانه وتعالى تأزاز ملائكة وش موردات شونه. سلام هي يعني ليلة القدر يمش قدر مشت إلى الله. سلام هنا أنا قال سلام هي ليلة سلام للمؤمنين مؤمنوت سلام النام الرقاقات يم يقن يبيت مشتنا من كل مخوف كم يسفر نقر هلو سلام يم يقن يبتنا. لمن لكثرة من يعتق فيها من النار كأسات نتعامي بالو سويت جيق بركاتا مسلموت كمونات جيتنسا سلام النام الرقاقات يمنفسر كاتا يا منفس عرفت يم يقن يبتنا. أندزهم نمو ويسلموا من عذابها كجهنم كطاتم سلام يم يطبت بمهوننا حتى مطلع الفجر أي إن ليلة القدر تنتهي بطلوع الفجر لانتهاء عمل الليل به. ليلة القدر فجر اسك فجر ما وجد أدرسنا لمن فجر بمي وتعكسي سراوت كله يميت أناكك وبمهوننا بزي بتكبروا صورة ليلة القدر بزعينة فضل إن دلوا ينا قرن. يما جمروا فضل الله سبحانه وتعالى لسول جوت هوت من مريع يهون زند دنيا آخرات شو يامر النايس مر زند قرآن يور ردبت مشت بمهونه يهوت عتفن تلك ومن مريع يور ردبت مشتنا. يزي أمتي نبي صلى الله عليه وآله وسلم تلك تأمر تلك معجزة زلال ماوي معجزة ما نم لفكاكرو ما نم لوددرو يميت الزلالة ماوي معجزة يورد بات مشتنا. يا الله قال سبحانه وتعالى يا عليمو يا رحيمو يا حكيمو يا الله سبحانه وتعالى يتكبرو قال يورد باتنا يا من يا الله سل رحمن يمي ورو سل رحمن يمي نقرن سل رحيمو يمي نقرن سل غفورو سل عزيزو سل جليلو يمي نقرن مقراف يعني سور قرآن يورد بات مشت ودنا ليو مشت مديهون يا در قوال. ولتنيا الفضيلة الثانية ما يدل عليه الاستفهام من التفخي والتعظيم. الله سبحانه وتعالى يزهن ور تلاك إن أكبر سنقر من عساوك بلون الله عز وجل نبي صلى الله عليه وسلم يالاتشا يهي ينقرون كبدت تلك إن يا سيال سوستنيا لو فضل كأندشي ور يبلت أمهوننا أردتنيا ملايكا وشي ميوردو بتنا ملايكا وشي ميوردو بأ الله تأزازنا سيوردو خيرات نيزو بركة نيزو ملكا من نقر يزوني ميوردو أمستنيا وفضل أنها سلام مشتو سلام إني ترقاقانو لمن كعذاب كالله قطعت سلام يميهون صوت كتراتشو بما يلو يا الله أنت زاز يميوتو صوت يميا كبرو صوت يمي بزو بمهوناتشو يتنسانو. سدستنيا وفضيلا أن الله أنزل في فضلها سورة كاملة تتلى إلى يوم القيامة يهم مشت يميا دنك أنها ميودس مولو مقراف موردو يهراسو يزهن فضل يا سيالنا. فضائر ليلة القدر ليلة نبي صلى الله عليه وسلم بخاري إن مسلم زقبت حديث من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مناله من قام ليلة القدر نقوله رمضان لن بتملكته يمتعلم مولو رمضان يقوم بل مشتهم بصلاة يا سلفة ليلة القدر دمو خاص مطال. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر بأ الله سبحانه وتعالى أمنه الله ليلة لم يقوموا سويت يزقات جون من دابة ما سب النابة ما من أجرون بما فلق النابة ما سب
بالله سبحانه وتعالى بتككل امنو سيابقا يقوم سو يالفه وانجل يمارلتا ايها الاخوه والاخوات لبلو يميمارو وانجل بذاته وانجلاتن يميماربت عباده بذاته ينياس وانجل بذاتن ني هلتن سناوددر سبحان الله نزي ملكام سرا يسران ايا بزان ود الله يبلط مملس علبن يبلط يمغفر منجل يمتاچلنا يهدلنا متي من يهان دمن قيا اناقم يهن مشيت نلف ان نلف اناقم ميقتلوا رمضان لا ندرس ان ندرس اناقم يهي ادلنا دنيا وسط متكم كالچالن يهن ادل اخره صتتنا يميونبن قچتنا يميونبن وندموتي هيتوتي يهي اجر مياغنيو بعباده ياسلفه ماننياوم سونو ليله القدر مشيت مهونن بياقم باياقم يمياغنيو نو ليله القدر نمياغنيو ورمولو يلفانا يتاغله سونو عشر الاواخر قنن كقن سايله كلهم جاي يتاغله نو متش اندمي هونه بتككل مياقو الله سبحانه وتعالى بتشانه ونا نو قران يوردبت ورنا وبنان يهي ليله القدر تشغاغاري نو اسك يوم القيامه درس يميقتل نو ليله القدر عشر الاواخر لا عندهونه بركات حديثه لاي رسول الله صلى الله عليه وسلم تناغروا تحروا ليله القدر في العشر الاواخر من رمضان متفق عليه خالنا مسلم زقبت حديث الامنالو كرمضان ور يمچراشاوچو قري 10 قناتوچ لاي ليله القدر سراي بلاچو فلغو تكتاتلو اسادو فلغو الى الرسول صلى الله عليه وسلم كمشتو دمو غدولو قطن يازو مشتوچ نو 21ኛው مشت ዛሬ 20 ከሆነ ነገ 21ኛው ዛሬ አሁን 23ኛው ምሽት ነው ቀኑ 20 ከሆነ ምሽቱ 21ኛ ነው የሚሆነው ነገ በአጥቢያው 21ኛው ቀን ይመጣል ማለት ነው ልክ እንደዚህ ቀኑ 21 ሲሆን ሁለተኛው ቀን 22 ነውና ምሽቱ ነው ስለዚህ በተለይ ዊትር የሆኑ ምሽቶችን በመጠበቅ መከታተል እንዳለብን ያሳያሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም يقول تحروا ليله القدر في الوتر من العشر الاواخر من رمضان وتر قنا مشتوچ እንደሆነ ተናገረ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም وهي في السبع الاواخر اقرب كما جمراوچ 10 የመጨረሻ ቀናቶች ይልቅ ደግሞ የመጨረሻው ሳምንት የበለጠ ቅርብ ነው ነው لحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا من اصحاب النبي ان رجالا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر عبد الله ابن عمر يزقب حديث الله رضي الله عنهما من إلال يتوسنوا كنبيات صلى الله عليه وسلم بالدربوش ليلة القدر فكرت مجرى شعصا من تلهي ليلة القدر بهل ما يتوالى له طبعا بهل أندان سوليا يجلال حكمه قن بالزلاء يوسن منه أندان لتو بكربو ياسرات جتنقر اللذي منيكا بها سوستن يوم الشتنا وزاري مشت مالتنا هل ميا يوسف وتعلو يمسا سلت بلوال شريعة شن بزلاي يتقنبا إلى اللم نبي صلى الله عليه وسلم بزلاي من مانت مسارات على درقهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم منالو أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر يعني اتفقت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر متفق عليه عندك أنا التوسنا من البلو منالو رسول صلى الله عليه وسلم هل ما تياياتشوت هلم በሰባተኛው የመጨረሻ ሰባት ቀናቶች አንድ ሳምንቱ መጨረሻ ላይ እንደ ተገጣጠማ ይቻላል በርካታ ሰዎች ይሄን እንዳዩ አይቻለሁ ስለዚህ የመጨረሻው ሳምንት ላይ በደም ተጠባበቁ ፈልጉት አሉ ወሊሙስሊም عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الاواخر فان ضعف احدكم او عجز فلا يغلبن على السبع البواقي من قال يا الله ملكتنا صلى الله عليه وسلم كروت 10 قناتوچ ውስጥ ፈልጓቸው አሉ ከ20ኛው ቀን ጀምሮ ማለት ነው ይሄን ያቃተው 10ን ቀን ሙሉ መከታተልና መጣባበቅ ያቃተው እንደው በተቀሩት አንድ ሳምንት ላይ መስነፍ የለበትም እንዳይደከም መድከም የለበትም መዳከም መሳነፍ የለበትም አሉ ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከመጨረሻው ሳምንት ደግሞ 27ኛው ቀን የበለጠ 27ኛው ምሽት ዛሬ 26 ቢሆን ነገ 27ኛው ሊና ጋ ማለት ነው ለሊቱ ላይ የበለጠ በጣም የሚከጀልበት ነው لحديث ابي بن كعب رضي الله عنه قال والله لا اعلم اي ليله هي الليله التي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليله 27 رواه مسلم ملو يناجر ابي بن كعب رضي الله عنه وارضاه والله يتنياو مشت لا يندهونه تزيلني رسول صلى الله عليه وسلم ما قوم على باچو ادراچو بالامزيك تسوال له الان 27 تنيا ومشت نبرا الان
طبعا ولا تختص ليلة القدر بليلة معينة في جميع الأعوام كأمت أو دا أمت من الشقاقر عند مشيت لي أي كمتم عند الشقاقر إم يسيو بركاتا حديثوش قالوا نبي يمسك كذا ما كان نبي صلى الله عليه وسلم إمام البخاري بزقبت حديث لي من قالوا التمسوها في تاسعة تبقى في سابعة تبقى في خامسة تبقى زت إنك أن سيكاروت أبكو تبلوان عند زيهم سبات كاننا أمس كان بلوان قطروا للي يتلال مالتنا نيالك أو بها يزتنين وين بسلاسة يميلو يهي الراسو يوسنا مالنا إمام ابن حجر العسقلاني عليه رحمة الله الحافظ من يلال له أرجح الأقوال أنها في وتر من العشر الأخير وأنها تنتقل كما أصرد كان قرروا تهلو كتسرن زروا تحسابوا تهلو ميزان يميدا فو قبل ويم هساب يتنجون إلال له بقولوا له قطروا كاناتو وست يهونهل نا مشيت عند مشغاغر يا سيال سلازي عند مهتوچي بنزي قناتوچ يلفا مچيم يتاغله ما غنيتو اي قرمني اعتكافي جبا يهن فضل ان شاء الله يا كنا ابزن يوم ساعه بعباده سلام يا سالف بصلاه بقران بذكر بعباده النبي مساسر يا القبوم يتوسن ساعتم يا غنياتن ساعات بتلي كقني لك مشيت لا بيسالفو طرو نو يويترون قناتوچ ويم دمو يتمچاچون قنات يمرطو بياسالفو ان شاء الله ين اجر ياغنيالو حيض لا يالچ نفاس لا يالچ عذر لا يالو اهتوچاچنم بعباده بذكر الله سبحانه وتعالى بمجازات كاسالفچ ان شاء الله كم ياغنيت تهنالچ وفضل الله واسع الله يلمشت سور يا رب كان يدبقبت مكنيات مندنو كتباله ሁላችንም እንለፋለን ሙሉ ስንለፋ መቼ እንደሆነ ሰለማናክ ትልቅ አጅርና فضل እናገኛለን ለሊቱ ይገጥመና ان شاء الله بالله سبحانه وتعالى فقال كلهم يسرع ما غنيت ايقرم سبحان الله ورمول يتاغله ورمول يلفى ما غنيت ايقرم بمياسازن ملكو كن عندن وندموቻችን አህቶቻችን الله عزنا لاچو سيقرو መጨረሻ ላይ ይሳነፋሉ መስጂዶች መልሰው ባዶ መሆን ይጀምራሉ ላ بالعكس በተቃራኒ በጣም መበርታት ያለብን ጊዜ ወደ ዓለም መመለስ የለብን ከመጀመሪያው የረመዳን ቀን ይልቅ ያሁኖቹ ሳምንታትና ቀናቶች በጣም ወሳኝ ናቸው ብዙ ነገር የሚደረግባቸው ብዙ فضل ያላቸው በጣም ምርጥ ያለው ነው ምክንያቱም الاعمال بالخواتيم ይላሉ እና الله ملكتي صلى الله عليه وسلم ነገሮች بس በደምዳሜ ነው ማማርና መስመር ያለባቸው በዛ ነገር ላይ መጠንከር ይኖርብናል አንድ ቀን رسول صلى الله عليه وسلم ለሰሃባዎች ሊነግራቸው ፈልገው ነበር ከቤታቸው የወጡት ከዛ ሁለት ሰዎች ሲጨቃጨቁ አገኙ ከዛ ምን አሉ ለነግራችሁ ነበር የወጣሁት ስትጨቃጨቁ ጠፋብኛል ተነሳ ተመልከቱ ጭቅጭቅ ንትርክ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እማ ይወደው ነገር መተግበር ኸይሩን ያሳጣል شوف ስንት ኸይር እናጣለን በጣም በሚያሳዝን መልኩ በሆኖ ባልሆኖ እየተጨቃጨቅን በሆኖ ባልሆኖ እየተናታረክን ያአላህን ስብሃን ደሚያረግን ንሰብስብን ሱናና ዲን ተጥን በሌላ ነገር ስንጨቃጨቅ ብዙ ኸይር ያልፈናል ሌላ ተልቀድሩን ሁሉ ሊያልፈን ይችላል ምን ነገሩ እንዳልፈን ሁሉ ማለት ነው ልባችን ውስጥ ባለው ክፋት በመላሳችን በመንሰራው ክፋት በዒባዳችን በመንሰራው ክፋት ላንወፈቅ እንችላለን ህርማን ወንጀል እኮ የወንጀል አንድ ቅጣት ምን እንደሆነ ታቃላችሁ መልካም ነገርን ላለመታደል ምክንያት ይሆን ሽርክ ቢድዓ ትላልቅ ወንጀሎች እና የመሳሰሉት እነዚህን በመራቅ በረመዳን እንኳን ማሳለፈልን እነዚህን በመተው በመራቅ አላህን ብቻ በመገዛት የነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሱና ብቻ ተግባራዊ ማድረግ ትላልቅ ቢድዓ ትላልቅ ወንጀሎችን በመተው ጥቃቅኖችንም ቢሆን በመተው በእነዚህ ነፍሳችንን ተቆጣጥረን ጾም ራሱ ተቅዋ መሆኑን ተቅዋ እንደሚያስተምረን ከየትኛውም ወንጀል ራሳችንን ማቀብ ማያዝ መቆጣጥር እንደምንችል ተጨባጭ ትምህርት ነው يا شهر الله سبحانه وتعالى من يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تقوى من شم تبت يا الله انفراتشا سنق من نيزبت الله مفرات اندمنشل تلك كورسنا تمرت من نصلبت رمضان ليلوچنم تكموچ ناغينبتال هي جن مسرتاويونا وانو تكم اذا بزي غزي اجك تتكمن الله سبحانه وتعالى بنفرات يالچنن اطر غزي ادمي اطرنا سبحان الله زي دنيا كنور نويلك የቀረን ትንሽ ሊሆን ይችላል ሞት ኮሃላ ያሳደደን ነው ወደ አላህ ምን ሄድበት ጊዜ የቀረበ ነው ስለዚህ ወደ ተውሂድ ወደ ሱና በቁርአንና በሱና አንድ ወደ መሆን በመመለስ ይሄን ጊዜ ማሳለፍ አለብን ትንሽ ጊዜ ነው
አላህን እንድንለምን አላህ ልባችንን ሁላችንም በተውሂድና በሱና እንዲሰበስበን መማጸን አለብን። አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሰላምን መረጋጋትን በሙስሊሙ উম্মা ላይ ሁሉ እንዲያመጣ ሁሉም በተቻለው መጠን ዲኑን አውቆ ተረድቶ በተቻለው መጠን ከሽርክ ከቢድዓ ከሐራም ርቆ በአንድነት ወደ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ በመመለስ እርስ በርስ በመተራረም መልካም ነገር ላይ በመተጋገዝና በመተባበር መጥፎ ነገር ላይ በመተራረምና በማስተካከል በመመካከር ዱዓ በማድረግ አላህ እንዲመልሰን ጥፋተኛውን እንዲመልስ መልካሙን በሐቅ ላይ እንዲያጸና በመማጸን ልናሳልፍ ይገባል። ይሄ ዱዓ በጣም ወሳኝና አስፈላጊ ነው። በዚህ ሰዓት ብዙ ዱዓ ማድረግ የሚጠበቅብን ነገር አለ። ኡመተ الاسلام የሚያሳዝን ነገር በህይወታችን ያለፈ ነው። መከፋፈል ትልቅ በላ ነው። መበታተን ትልቅ በላ ነው። አንድ ከቅጣት አንዱ ነው او يلبسكم شيعة فيذيق بعضكم بأس بعض ይህ መከፋፈል ይህ መበታተን ያስደስተው ሙስሊም የለም እርግጠኛ ነኝ። ሁሉም በሐቅ ላይ መተባበር በሐቅ ላይ መሰባሰብ ያስፈልገናል። ዝም ብሎ በባጢል መሰባሰብ ከላይ ነገሮችን ሸፋፍኖ መሰባሰብ ምንም ያመጣው ጥቅም የለም። መልሶ መበታተን ያመጣል። መልሶ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ስለ ይሁዳዎች እንደተናገረ ይሆናል تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى عندي هون يمسلوحال لباتشاو قن يتبتاتنا إلى الله عندي هنا تنقر عندي قد من حقيقة الله سبحانه وتعالى ودا عندنا تنديا متان ودا سلام عندنا متان ودا توحيد ودا سنة الله سبحانه وتعالى بمقزات لا يندن التباب سنة هي وبمادرق فترى يتبال من نين يوم بدعا ينسم يبزام تلكم يهون تنش حسنام يهون قبيحة متيم حسنام يبال بدعا يلم ሁሉንም በማጥፋት ላይ ልንረባረብ ልንተጋገዝ ይገባናል። ወንድም እህቶቼ አባትና እናቶቼ والله ተመልከቱ እስቲ የትኛው ሱና ነው የበታተነን? አንድም የለም። قبلية بعدية በታተነን الخلاف فطرال بمكاكلاتنا የለም። ቢድዓ ነገር ሲመጣ ነው ሁሉ ጊዜ እንትርክ ያለ خلاص ለአላህ ብለን ያኛውን እንኳን በመተው ለምን ወደ አንዳን መጣ? حق ላይ ያለውን ተው ከማለት ይልቅ የትኛው ነው حق የሚለው መማማር ماوقنا ممكاكر ينوربنا يهينو الله سبحانه وتعالى من نقزابت تلك منقل يهي تلك عقات أمينو دعاء مادرق ينوربنا الله سبحانه وتعالى من ماسن ينوربنا الله خير اللي يوفقن الله سبحانه وتعالى بجنة اللي سبسبن الله لباتشنن بتوحيدنا بسنة اللي سبسبن بحق اللي سبسبن حق القباتش ود حق اللي بملسو الله سبحانه وتعالى لن ماسن يقبل حق يوق وتدمو بحق اللي سنو الله عز وجل لن ماسن يقبل እኛ ለሌላ ምናደርገው ዱዓ ከሚያመጣው ጥቅም አንዱ ምንድነው? መላእክቶች ዱዓ ያደርጉልናል። መላእክቶች ዱዓ ያደርጉልናል ለኸይር ለሌላ ሰው ማሰብ በጣም ወሳኝ ነው። ከሁሉም የበለጠ እንደሚታወቀው አህለ ሱና اعلم بالحق وارحم بالخلق አህለ ሱና ከማንም የበለጠ አላህ عز وجل ትክክለኛ ሙስሊሞች ያደረጋቸው ሰዎች አህለ ሱና እነዚህ ከማንም የበለጠ ሐቅን ያቃሉ ከማንም የበለጠ ለሰው ያዝናሉ። ስለዚህ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሐቅ ላይ እንዲሰበስበን እማጸናዋለሁ ጀለ ፊዑላ። እንደዚሁም ሁላችንም ወደ ዲናችን ተመለሰን አላህን ከሚያስቆጣ ነገር ታቀበን አላህና መልእክተኛውም የሚወዱት ነገር ላይ በመጽናት አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወደ መልካም ጎዳና ይምራን። ኡመታችን ብዙ መሳኢብና በላእ ይወረደብን ነው ሁሉም يعني ማንኛውም ይመጣው ነገር فبما كسبت ايديكم يا الله ይመጣው ቅጣት የትኛውም በገዛ እጃችን በሰራነው ስራ ነው። ويعفو عن كثير አብዛኛውንም ይቅር ይላል አላህ ብዙዎቹን ያለፈ ከመሆኑም ጋር በትንሹ ከቀጣን ሱብሃንአላህ ولو ياخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه الا ያንዳንዱ ሰው አላህ በሚሰራው ስራ ቢይዘው ኖሮ ብንያዝ ኖሮ ሁላችንም በምንሰራው ስራ በሽርኩ በኩፍሩ በቢድዓው በሐራሙ በምኑ በመናተራመሰው ነገር ብንያዝ ሱብሃንአላህ በመድር ላይ አንዳች ተራማጅ አይቀርም ነበር ኢላላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ነገር ግን የሱ ሰፊ ረህመት ነው የሱ ማዘን ሊያዘናጋን አይገባም። በመልካም ማዘዝ በመጥፎ ከመጥፎ መከልከል የዚህ ኡመት ዋና መቆሚያ መሰረት ድልድይ ነው ዋና ምሰሶ ነው። ይሄ ነገር ከጠፋ እኛ ምን ጠፋልን ማለት ነው። الذي هنا يا الله ملكتنا من الله تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر فملكام للتازو يقبل كما تفهم لتكلكلو يقبل أو لا يوشكن الله
أيصيبكم بعذاب من عنده قال هنا الله كسوزن دكتات يا ورد باتشو يقرب على فتدعونه فلا يستجاب لكم أو فلا يستجيب لكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام كذات